الخير واهلا وسهلا فيكم بسحبه جديد مع اللوتو اللبناني. طقس برا عاصف، عجقه سير، بلشنا بسنه جديده، ان شاء الله يا رب يعني كل هالسقعه ما تنقل الا الدفى على قلوبنا وما بنطفى الا ما نربح. كل يلي لاعبين لوتو وكل يلي عم يحضروني هلا عندهم امل انه الليله يصيبوا وينزلوا ارقامهم بهالمكنه يلي بننطرها كل تنين وكل خميس لحتى نشوف حظنا اذا رح يضحك لنا او لا. طبعا في عنا مراتب عديده، عنا مرتبه اولى، مرتبه ثانيه، ثالثه ورابعه وخامسه، ما منجيب سيرتها بس بتهمنا لانه اللي بيربح $1000 مش غلط ابدا. اللي بيرد حقها نحن بعدنا منقول منرد حقها، بس نحن ولا مرة منرد حقها. نحن منلعب 2000 ومنربح 8000، بس منقول منرد حقها لأنه عادة الواحد ما بيقبضن. الواحد يعني بيلعب فيهم لوتو، بس أنه مش غلط الواحد يكون حاطط 2000 يطلع له 6000 كاش. اليوم عنا جايزة أولى، بما أنه نربحت التنين الماضي عم نبلش بجايزة اليوم قيمتها أكثر من $1.35 مليار تحديداً، الرقم قدامكم على شاشة. طبعاً عم نحكي عن مرتبة تانية كمان نربحت، يعني ما في عليها تراكم. الجايزة بتكون شي 120 مليون ليرة تقريباً. أما بالنسبة لزيد المرتبة الأولى بزيد لليوم بتكون 32,435,845، تعدت 30 مليون ليرة، يعني كمان جايزة حرزانة بالسحب رقم 1473 لليوم التنين 9/1/2017. أكيد معنا مثل كل مرة مدام تريز مسلم مندوبة وزارة المالية وعضو لجنة الرقابة على أعمال وصحوبات اللوتو اللبناني. أهلا وسهلا فيك ست تريز. أهلا وسهلا فيك سنة. التنين الماضي ربحوا 2 المرتبة الأولى، شخص واحد لعب SMS خبرتكم عنه مرة الماضي خميس الماضي وربح المرتبة الأولى اللي قيمتها قديش كانت تقريبا شي $1,000,000. رح منشوف على كل حال كل التفاصيل لأنه الشخص اللي ربح اسمه جهاد، ما بعرفه ولا بعرف شي عنه، رح أنا وياكم نتعرف عليه بهالروبورتاج المصور. الفائز الثاني بسحب اللوتو رقم 1471 بيشارك بسحوبات اللوتو من 15 سنة والقيمة اللي فاز فيها أكثر من $1.5 مليار لبنانية. جهاد الحشاهين من زحلية، عندي كمبيوتر مجوز وعندي بيبي صغير اسمه جوزيف، على طول بلعب اللوتو. اجاني المساج اول شيء ما صدقت، اتصلت بمدامتي وبشرتها وخبصتنا كلنا سوا. انا بعتبر انه هذا الربح فيه في مساج من وراه، فالله يقدرني انه حقي هالمساج شو ما كان. خوفوني هني على التليفون، يعني قالوا لي تكون تليفون معك، فصرت حطه حدي بالليل حتى نحافظ عليه لوقت انه نجي لهون. مين في نام اذا واحد ربح المبلغ كله سوا؟ هلا عيد بعيد للجميع وان شاء الله عقبال كلهم يربحوا، كل واحد رح عم يقطع لوتو رح يجي يوم ويربح اللوتو لمرات. ابو جوزيف مبروك، ان شاء الله بيصير عندك جوزيف وجان واللي بدك اياهم، 4-5 ولاد مش غلط مع جايزه $1,000,000. يعني نحن كلنا وقت ننام بنحط سيلولارنا حدنا، فكيف اذا واحد سيلولاره هو اللي بيربحه $1,000,000؟ تحت المخدة، بقلب المخدة، بيقطب المخدة وبيحطه تبع حدا يقشطه اياه، خاصة مدامته. يلي لاعبين على السيلولار، يلي اخدين وراء، شو ما كنتوا عاملين ومشاركين اليوم باللوتو اللبناني، يلا سحب جديد مع المكنة يلي حاضرة ومحضر لنا طبيت مثل ما شايفين من الواحد لل 42. منبلش مباشرة مع أول طابة. أول رقم بالسحب رقم 1473، 19 ديزناف. سبعة وعشرين. ثلاثة. ديزناف، فانسات، تروى، فانكاتر، أربعة وعشرين، تسعة عشر، سبعة وعشرين، ثلاثة، أربعة وعشرين، ثلاثة وعشرين، تروى، فانتروى، فانكاتر، فانسات، ديزناف، والطابة الأخيرة الأساسية رح تحمل الرقم 37، 27، 37،
الطابة الأخيرة 18 18 19. هودي هن إذن الطابات، يعني 18 هي الطابة الوحيدة اللي أنا لعبتها، للأسف إجت طابة إضافية. هودي هن إذن الطابات، رح نرجع كمان مرة نشوفهم وراي بيّنوا. أوكي، أيدون إذا ما لحقتوا، في كتار من الناس بيكونوا لاعبين عدة شبكات بأيدوا عرواء، مشان هيك نحن بنروح على بريك وبنرجع لكم مع النتائج. ترجع ست راس بتأكد أرقام الطابات لنرجع نكون مع التابلو. من اللوتو منتقلي للعبة تانية، وما تنسوا مكتوب وي بده يكونوا دافعين 1000 ليرة، ما تتزاكوا حتى لو إجا رقمكم على الورقة. زيد، مع زيد عندنا نفس رقم السحب 1473. نبدأ مع أول طابة، رح تحمل الرقم 6. الطابة الثانية تحمل الرقم كمان 6. سيس سيس 7 6. بعد في عنا طابة 2، الطابة الرابعة رقم 6 6 7 3 سي 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 3، والطابة الأخيرة رقمها 0. حلو، 0 على الشمال، 0 3 7 6 6 أو 0 3766. طابتنا 7 و 5 12، طابتنا 12 نزلوا بالمكانتين. بعد البريك بنرجع لكم، ترونا. الغاضبون في الداخل والخارج سيحكمون
معكم لحتى نتابع اللوتو مباشرة على الهواء. الطابات نزلت بالمكانتين باللوتو وبيزيد، بيبقى عنا نتأكد من أرقام الطابات، تتأكدوا مزبوط من طاباتكم أو من الأرقام يلي اخدينا لحتى تعرفوا إذا ربحانين أو لا بالتابلو يلي رح يبين بعد شوي. تفضلي ست رز. صاحب لوتو رقم 1473 لليوم الثانين 9 كانون الثاني 2017. الأرقام الرابحة 19 27 3 24 23 37. والطابة السابعة الإضافية بتحمل الرقم 18. هودي هن الطابات. أما التابلو بيقول مرتبة أولى 1,350,000,000 وشوي، نربحت أو بدها تتأجل ما نربحت، بس شبكتين ربحوا حوالي 112,000,000. ألف مبروك، بتتقسم على اثنين. بالمرتبة الثالثة 23 بيربحوا حوالي 2,500,000، 1,161 حوالي 50,000، و 17,700 شبكة تقريبا بيربحوا 8,000 ليرة. نربحوا الشبكتين بالمرتبة الثانية من مكتبين، أول واحد 3,615 من عند عزار ماركت بأنطلياس، وثاني واحد مكتب رقم 3,065 من عند ليبان بوست بالحزمية. ألف مبروك للرابحين. بالنسبة لزيد تفضلي. صاحب زيد رقم 1473 تاريخ 9/1/2017، الرقم الرابح هو 0 3766. هالرقم رح يربحكم أو بدها كمان تتأجل الجايزة لنهار الخميس. التابلو صار حاضر. الجايزة 32,000,000 ليرة أولى، نربحت الأولى. ألف مبروك للرقم 03766 شبكة وحدة. الورقة بتنتهي بالرقم 3766 450,000، 766 45,000، و 66 4,000. نربحت الجائزة الأولى بزيد من مكتب رقم 1906 من عند مكتبة السيدة ببشرة. شو بحب يا بول وقت تحكي هالقد بسرعة وأفهم عليك. شكرا لك ست راز. المرتبة الأولى باللوتو نهار الخميس بتكون 1,500,000 دولار. تانية 120,000,000 زيد. نبلش من أول وجديد، 30 مليون فوق 30 أكيد. شكرا لك، خلوكن معنا رايحين على اليومية.